السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عام 2016 عام الشباب. حصل إيه من ساعتها؟ تقريباً مش حاجات كتيرة قوي حصلت، إلا أن عندنا برنامج رئاسي لتدريب الشباب، وده جزء اللي بتعمله رئاسة الجمهورية. طب بقية الناس بتعمل إيه للشباب؟ الحكومة بتعمل إيه؟ أكيد في مشروعات هنا وهناك وبعض الجهود اللي بتتعمل عشان خاطر الشباب. شفنا طبعا الشباب موجودين جوه مجلس النواب، وده كان تقليد يعني شايفينه واضح جدا وصريح في مجلس النواب. مش بنقول ان ده تقليد عملته الدولة، ده تقليد عمله الشعب، لان الشعب هو اللي اختار النواب فاختار الشباب، فده توجه من الناس، توجه محمود. بقيتنا بقى عملنا ايه يعني؟ طب الشباب عملوا ايه؟ طب احنا بنعمل ايه معاهم؟ بنساعدهم في ايه؟ المهندس مروان يونس مستشار التخطيط الاستراتيجي والسياسي قدم مقترح مشروع استراتيجي للتمكين الاقتصادي للشباب لرئاسة الجمهورية. بيقول المقترح هدفه إنقاذ الاقتصاد وتمكين الشباب من خلال دعم المشروعات الصغيرة لإنتاج سلع استراتيجية ممكن تسهم في الحد من الارتفاع في معدلات التضخم وترفع نسب التشغيل وتعيد تدوير أموال البنوك في السوق. طبعا عشان نناقش هذا الموضوع لازم نناقش المشروع مع صاحبه، لكن هل انا هقدر عليه لوحدي؟ اكيد مش هقدر عليه، لانه قبل كده كان معانا على الهوا وما قدرتش عليه، فبالتالي استعنت بصديق، فاستعنت بالنائبة المحترمة نادية هنري عضو مجلس النواب. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. وبرحب بالمهندس مروان يونس مستشار التخطيط الاستراتيجي والسياسي. اهلا بحضرتك. أهلاً بذلك. يعني إيه اللي حضرتك قدمته في هذا المشروع اللي مختلف عن كل الناس بتطلع تقول لنا عملنا مشروعات للشباب، عملنا خطة للشباب، إيه اللي مختلف؟ والله يمكن المشروع ده بيكلم الأمور في جوهرها. إحنا عندنا أزمة كبيرة في التعامل مع الشباب في مصر. إحنا لازلنا عن منظورنا للشباب إن هو يبحث عن التمكين السياسي، ولكن حتى لو شفنا مظاهرات، احتجاجات، أي حاجة من هذا القبيل، ليست إلا ردة فعل لأزمة ثقة وأزمة زي ما تقول فقدان الأمل في بكرة، اللي هي ناتجة من أزمة اقتصادية واضحة سواء بيعانيها هو أو بيعانيها الأهل اللي هم مسؤولين عن إعالته يعني. ومن ذلك برضو احنا عندنا أزمة كبيرة في الدولة، إن احنا لابد أن نعمل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وكان في توجه سمعناه عدة مرات من الدولة المصرية أنها تريد أن تكون هناك وزارة مختصة بهذا الأمر. طيب احنا دلوقتي عندنا توجه استراتيجي، لابد نتحرك على المشروعات الصغيره والمتوسطه، وعندنا ميزانيه. سمعنا من سيد الرئيس اكثر من مره تكلم عن ال 200 مليار جنيه، وللاسف عندنا مشروعات كثيره متناثره، زي مشروعك، زي قروض ال 5%، زي تمكين الشباب اللي بيتعمل من وزاره الشباب، ايا كان. هذه المشروعات المتناثره بحالها الحالي للأسف مش قادرين نوصلها للشباب، ولا الشباب عارف هما ايه اللي بتحصل ولا بيتعمل ازاي ولا يخش يجيب فلوسه ازاي، وللأسف برضو انا يمكن في رأيي انها بتدار اموالها بشكل غير مرضي. طب ليه ما نجمعش الافكار دي مرة واحدة، نعمل وزير المشروعات الصغيرة اللي احنا مش عارفين هنجيبه يشتغل ايه، يتحول للهولدنج كومباني او المؤسسة البنكية اللي هي مسؤولة عن كل الاموال المختصة بهذا الملف، ونلم كل المشروعات دي في مجلس ادارة تابع لهذا الوزير، وتدار بشكل ذكي وشكل رشيد وشكل فعال. يعني ايه ذكي؟ ان انا مش عاوز مصر تضيع فلوسها او 200 مليار في خروج 5% تتناثر في الاخر ما تدينيش ناتج قومي موازي على الاقتصاد المصري. مش عاوز انا برضو ان الشباب اللي بيعمل مشروع ربما يقدر يكسب منه 100% يعامل بنكيا زي اللي بياخد مشروعه ويدوق بيكسب 10 ولا 15%. رشيدا ان انا اما بجمع الاموال، وده اقتصاديا في كل العالم متوجه الى الشركات الضخمة والشركات الكبرى، فلابد ان احنا نتجه لهذا الاتجاه. وفي الاخر برضو المشروع بيتحدث عن كيفية تسويق المنتج، ان احنا المؤسسة الكبيرة دي لابد ان تملك 3 شركات، واحدة للابحاث والتطوير الاقتصادي، عشان تحدد اول حاجة انا عاوز اشتغل في ايه، انا عاوز ابيع ايه، والنسب البنكية ونسب الارباح اللي هاخدها من الشباب عاملة ازاي. جزء تاني التدريب من اجل التشغيل، بدرب عشان اشغل في مشروعاتي. جزء الثالث ازاي اسوق هذا المنتج، اللي هو بالتاكيد انا مخطط الحاجات اللي انا هشتغلها اللي بتصب في صالح الدوله، فبالتاكيد هعرف ابيعها بشكل او باخر. وفي برضه داخل المشروع فكره ان احنا عشان نطمئن الشباب نقول له يلا تعالى، انا خلي الشركه دي او كل المشروعات التابعه للمؤسسه دي انا هشيل معاك النص بالنص، اي ان انت نص منتجاتك
بالتالي ان انا اوريدي مصممها صح وعارف ودفعتك في الجزء الصح من السوق اشتري منك هذا الجزء، ومن خلال شرائي دي انا بوفر لك البقاء لهذا المشروع وبوفر لك الشجاعه اللي مفتقدها معظم الشباب ان هو يتخذ هذا الاجراء. فزي ما تقول هو ورقه سياسات مهمه جدا في اللحظه اللي احنا فيها، بدل ما نضيع ال 200 مليار في رايي اللي هم موجودين دول انا عاوز استفيد بيهم الاستفاده القصوى. هو مش مين كتير. قال ان هم موجودين؟ سياده الرئيس اعلن ان هم سياده الرئيس دوفرها. قال ان هم موجودين في البنوك، يعني هم موجودين في البنوك، ان البنوك ممكن تتعامل حتى 200 مليار مع مراعاة ان يكون في المشروعات الجادة، حتى في الدراسات الجادة في الكلام ده كله انه يبقى معمول، لكن هي مش هتبقى بنبعزق الفلوس بالظبط. ما هو جادة دي كلمة برضو واسعة، ما ممكن تكون جادة ومش مفيدة لمصر. خدت بال حضرتك انا عاوز اشتغل على المشروعات في الفترة دي. خلينا نتكلم ازمة الاقتصادية بوضوح. انا عندي ازمة اقتصادية كويس جدا، انا البنك ده او كل الفلوس مش 200 مليار 10 مليار 20 مليار ايا كانت، اشتغل على ثلاث انواع من المشروعات في الاول، يا اما هتوفر لي دولار من بره هتقلل ان انا اخده، يا اما حاجه هصدرها، يا اما حاجه بتاعت ال 5% اللي هي القمح والسكر والحاجات اللي هي المخزون الاستراتيجي اللي بيامن مصر جزء من الامن القومي، والجزء الرابع الابداع اللي بنتكلم عليه. ولكن ان انا اقول لحضرتك حاجه بمنتهى الصراحه، افتح كده الافكار وقول يلا يا جماعه كل هتيجي افكار جيده، ولكن في الاخر المنتج النهائي زي سيمفونيه، واحد بيلعب كمانجه حلو قوي، واحد بيلعب طبله حلو قوي، هل مش لازم مايسترو في الاخر؟ ولا كل واحد هيلعب لوحده هتبقى جزء من الفوضى ومقطوعه من طب سياده النائبه، حضرتك شايفه ان في الفكر اللي قدمه المهندس مروان في حاجه مختلفه عن اللي احنا بنقولها بقالنا كتير؟ يعني هل هذه الورقه فيها ما هو مختلف؟ انا كتبت تعليق على انه انا كنت بقول اول ما قريت الورقه دي قلت له خساره عدم وصولك للكرسي البرلمان. قريت تعليق حضرتك لانه هي ده كان بسبب القاعده 363 ما وصلش. ما تفكرناش يا فندم بقى. الفكره انه لا، هو الفكره انا بشكرك لانه هو من الناس اللي نزلت وما زالت تعمل في المجال وفي العمل السياسي بكل قوتها رغم عدم نجاحها. في ناس اختفت من المشهد خالص، فكان انا بقول انه ده بيطلع المواطنة اللي جواك أو الوطنية اللي جواك. أنا بقول إنه هو قدم فكرة طلبها برضو فخامة الرئيس لما أتكلم عن التنسيق والتكامل بين الـ في كل شغلنا، وده هو مربط الفرس، إنه زي يبقى فيه تنسيق وتكامل وتوحيد الجهود ورؤية واحدة. وكنا بنتكلم عن لو كنا بنتكلم عن تشكيلات الحكومه وتغيير الوزراء، انا كنت بقول انا مش فارق معايا تغيير وزير قد ما فارق معايا رسمه سياسه. فانا نفسي دي سياسه، دي من وراها سياسات بتتحط. بس انا نفسي اشارك بجزء مهم جدا عن الشباب لو هتسمح لي. طبعا الفكره انه احنا الفتره اللي فاتت دوله واسر، دوله والاسره، احنا متعودين ان احنا دايما من جيل الى جيل في جيل بيعد الجيل الاخر. الفتره اللي فاتت حصل فراغ في اعداد الاجيال، سواء من ناحيه التعليم ومن ناحيه المعرفه ومن ناحيه الثقافه الكالتشر. الفتره اللي فاتت هي كام سنه كده يعني؟ دي حضرتك سنين طويله. لا بنتكلم يعني انا كتبت حاجه قلت من 52 لدلوقتي مفيش تغيير في الحكومه، احنا ماشيين زي ما احنا. فبالتالي حضرتك احنا اللي اتصاب في العقل المصري وفي العقلية وفي الشخصية المصرية، عشان قبل ما احط مشاريع انا مين اللي هيعمل المشروع ده؟ هو الشاب المصري. الشاب المصري حصل بينه وبين نتيجة الإهمال ونتيجة التجاهل من الجهتين، من الدولة اللي هي تجاهلت خالص بناء الشخصية والثقافة والخلفية اللي المفروض يكون عليها الإنسان المصري، ومن الأسر اللي هزمتها العولمة، هزمت من خلال العولمة، وحصل قطيعة كده بين الأطفال، بين الشباب وبين الأهالي وبين الدولة. فهم في وادي وإحنا في وادي، هم انطلقوا يدوروا على ذاتهم. كل المشاريع دي جايه، وإحنا مختلفين، ما ده حصل في العالم كله. حصلت القطيعة بين الأهل والأبناء في أمريكا. طب تعالى نقول بقى النجاحات اللي نجحت في الاقتصاد، تعالى نقول النجاحات اللي نجحت، ما ناخدش بس مشاريع اليابان ونتكلم عن مشروع ناجح من غير ما نعرف إيه اللي حصل قبل المشروع الناجح. إيه الخلفية اللي حصلت قبل النهوض بالاقتصاد أي دول؟ إيه اللي حصل؟ اشتغلوا على الإنسان أكتر ما تشتغل على الحجر. اشتغلوا على إعادة الثقافة والقيم، هناك قيم في لازم نرجع نشتغل عليها.
فانا بتكلم انه احنا لينا دور ولينا انطلاقه. الانطلاقه بتاعتي ترجع الى نقطه الوصول الى الخلفيات اللي احنا فيها. عندنا كذا حاجه محتاجين نتكلم عنها. هل احنا فعلا ندرك قيمه العمل؟ لا طبعا. لا طبعا. انا ابسط الامور في قيمنا احنا كل الثقافه الكالتشر بتاعتي قيمتها بتقول ايه؟ كلها عن حاجات الاخلاقيه والفساد، لكن هل في قيمه الكذب وقيمه عدم الامانه هل هي من الاولويات موجوده على نفس قدر المساواه؟ هو الكذب مش قيمه، هو القيمه هو الصدق. اول سوري انا قصدي قيمه الصدق وقيمه الامانه دول مش على نفس الليفل. ليه احنا عندنا الاهم حاجه قيمه الشرف والحاجات الاخلاقيه؟ الشرف في انه الانسان يقول كلامه بصدق وامانه. ما هو الشرف جزء منه صدق يعني. أيوة بس يعني احنا بندي يعني اعتبارات لايه يا استاذ اشرف؟ ده اللي انا بتكلم عليه، انه انا محتاجه ارجع لمنظومه القيم اللي احنا بنبني عليها الانسان ونبتدي نتكلم قبل ما احطه وقبل ما اديله فلوس وقبل ما احطه في منظومه شغل ما يعرفش ينجح فيه. طيب يعني احنا محتاجين ايه قبل ما نقول للشباب يلا نعمل مشاريع فنبتدي نكلمهم عن القيم، ولا نعمل ايه؟ احنا زي يعني احنا بنقول دلوقتي احنا في فتره اعداد وتحول. لو احنا بنقول احنا بنتكلم على التحول من حال الى حال، ان احنا عايزين نغير فلازم تترسم سياسه. لو بنتكلم على ان احنا عايزين نشتغل بتمكين الشباب، التمكين الثقافي قبل التمكين المالي وفرص العمل، التمكين القيمي والاخلاقي قبل اي تمكين تاني ممكن تدهوله، التمكين في انه ازاي يفكر بفكر مبدع ويكون عنده افكار مبدعه. كل الحاجات دي تشتغل مع بعض. يعني انا هشتغل مع في مشروعات متناهيه الصغر، في وزاره الثقافه تشتغل معايا على ازاي نبتدي نتحول، وزاره الاعلام نفسه يشتغل معايا، المؤسسات كلها مفيش وزاره الاعلام بقى. ما فيش وزاره الاعلام نفسه. الاعلام نفسه احنا الناس الوحيده اللي بلها وزاره. مفيش حد يقدر يكلمنا، محدش يقدر يكلمنا. احنا لا عندنا لا وزاره ولا مجلس وطني ولا ايه. وكمان سمعنا ان مجلس النواب مش هيناقش قانون الاعلام في الدوره دي، فانتوا هتسيبونا نعمل ما بدلنا فيكم وفي غيركم، صح؟ هو ما انتوا مش هتناقشونا. مش هنسيبكم اعملوا، بس مش هنسيبكم يعني. لكن يا فندم ما عشان ما فيش، انتوا ما عملتوش قانون ومش عايزين تعملوه، انتوا هتعملوه في الدوره دي؟ هتناقشوه؟ احنا الدوره بس طارت يعني. يبقى لينا الدورة اختفت. لينا حق نفتري ولا مالناش حق؟ خلاص بقى ما فيش نفتري. اي حاجة نفتري. لا يبقى خلاص، يبقى هندي قيم للإعلام مش للشباب بس. هتدوها لنا قيم بلا قانون. هل هناك شيء يمكن يدور بلا قانون ولا محاسبة؟ هي انت حضرتك مش معايا. ينفع اقول للناس ما تكسرش الإشارة؟ انا مش حاطط إشارة. انت مش معايا انه الاثنين لازم يكونوا مع بعض؟ تمام، يكونوا مع بعض. بس يعني حط قانون. ما ينفعش تحط حاجه قانون، نحط قانون أبداً. عشان خاطر اللي يخرج عن القيم يحاسبه القانون. بس الاجمل من كده انك تنشئ. احنا بنتكلم دلوقتي على مش على حاله واحده، احنا بنتكلم على ان اولا ايد بتبني وايد بتحمي وايد تفك الخيوط. يعني ازاي ببني وازاي بحمي وازاي افك كل السلاسل اللي احنا متقيدين بيها. احنا جهلونا سنين حياتنا، خدعونا سنين حياتنا. مين دول؟ اللي مسكونا، اللي كانوا المسؤولين عنا. وانا بتكلم حضرتك من 52 لدلوقتي على فكره. يعني 51 كان اللي ماسكنا كانوا زي الفل؟ انا شايفه جيل اهلي كانوا زي الفل، وشايفه مصر كانت زي الفل، وشايفه تاريخ كان زي الفل، وشايفه قيم انسانيه كان زي الفل، وشايفه تصنيع كان زي الفل، وشايفه منتجات كان زي الفل، وشايفه تصدير كان زي الفل، وكان في توازن يعني في الميزان. يعني يا جماعه احنا طب عشان يعني بس هو التصنيع كان قبل 52 ولا بعد 52؟ يعني عندنا يعني احنا عندنا كل قبل 52 ما كانش عندنا تصنيع. انا قلت كده. حضرتك اللي بتقول ان اللي قبل 52 كان زي الفل؟ لا احنا ابتدينا التدهور. انا مش معناها ان انت في 52 حصل. انا بتكلم على سلسله نزول 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 نزول، هو ابتداء من النزول ده اللي انا كنت بتكلم عنه، مش انه في 52 كان في ايه وما فيش ايه. بس انا بتكلم انه احنا في النزول، وده كلنا نشهد. احنا عندنا مصانع مقفوله، كان عندنا احنا مشكلتنا في الاقتصاد ايه؟ كل القطاعات اللي هي بتصنع مهلهله، ما فيش. مشكلتنا في الاقتصاد وفي الفلوس ايه؟ الفساد. كام صندوق، كام مشكله الصناديق الخاصه؟ ليه مش في الموازنه؟
يا فندم يعني الموضوع يعني خرج عن الشباب خالص. لا انا عشان احنا بنتكلم على لا ما هو مكمل ليه؟ لان احنا الكلام ده هيبقى بره المطبطه عموما يعني. كنا انا كنا بنكمل موضوع الموارد. حضرتك سالته على الموارد عن الفلوس، انا بتكلم ان احنا نقدر نوصل ونعلي الموارد قبل ما نقول ان احنا متخوفين من ما يكونش عندنا موارد. طب عندي سؤال جاي من هشام عنان بيقول: ما هو تعريف الشباب من ناحيه العمر والخبره والكفاءه، وفي اي مجال يتم الاستفاده منهم، ومتى؟ كلمة الشباب استعملت كثيرا وأصبحت كارت محروق. عايزين نطلع نظام سليم يمكنه الاستفادة من كل الكفاءات والخبرات خارج صندوق عبد الروتين أو عبدة الروتين. ملحوظة: الوزارة الجديدة فيها وزراء من خارج الصندوق ويجب ملاحظتهم جيدا، مثل وزير المالية والاستثمار ونوابهم. طيب من هم الشباب؟ خلينا نتكلم في التعريف العالمي للشباب، وده متاخد من عادة يعني من المؤسسات الاقتصادية والسياسية، انه تحت 35 سنة، ده كفئة عمرية يعني. الشباب في مصر احنا ازمته الرئيسية، وخليني اقول لك بوضوح، هو الشباب دايما احنا معتبرينه من طول ما طلعت الشباب والشعارات الجميلة دي ان هو ردة فعل للتنمية، استنوا اما التنمية تحصل وهنبقى نديكوا حتة ان شاء الله توصل لكم حاجة. محدش اعتبره شريك في المستقبل. بمعنى ايه شريك في المستقبل؟ ان هو محدش حمله المسؤوليه معاه واداله الامكانيات المناسبه ان هو يعمل كده. الامكانيات المناسبه ان انا افتح له سوق عمل، ان انا زي ما قالت الدكتوره ناديه ان هو لازم اديله التثقيف المناسب وارفع جودته كانسان في وسط عالمي دلوقتي وعولمه. الانسان انت دلوقتي بتقدر تتواصل مع كل المواطنين على مستوى العالم، ولا بد يكون عندك منتج انساني منافس لاي دوله اخرى. الشباب برضو كان عنده أزمة كبيرة جدا إن نوع حياته اتربى على إن الروتين ده ما جاش في باله ولا وجهه، لأنه متعود على الإنترنت وتويتر و140 حرف وكلمتين ورد واحجز من الموبايل التاكسي إزاي واعمل الكلام ده. بيجي تخرجوا على سوق العمل بيدخلوا دنيا عالم آخر خالص غير العالم اللي طلع منه. هو شبابنا كله 140 حرف؟ لا مش كله طبعا. شبابنا بس كله بقول لك تويتر وفيسبوك وواتساب. طب اقول لحضرتك ولا حاجة، شبابنا في معظمه اللي شغال، احنا شبابنا في القاهره واسكندريه. لا اقول لحضرتك حاجه، انا بكلم حضرتك الناس في عندك كذا درجه، في الدرجه اللي هو خلينا نتكلم فئه الاجتماعيه الاولى والمتوسطه، كلهم يمتلكوا كل وسائل التكنولوجيا دي. الفئه اللي هي للاسف سي وسي ماينس والحاجات دي ربما ما وصلت لهمش التكنولوجيا دي، بس انت عندك زي ما تقول المجموعه الفعاله. مين المجموعة الفعالة؟ اللي هي بتطلع مظاهرات، اللي هي بتشتغل، اللي هي عاوزة تخش بي ال بي، اللي هي دخلت الجامعة، اللي هي دخلت سلك التعليم. كل اللي دخل سلك التعليم دلوقتي في اعدادية عنده موبايل فيه انترنت عشان لا عنده موبايل بس مقضيها يعني 140. لا انا قصدي لا حرف. اسلوب الحياة ده اللي هو كل حاجة بسرعة وكل حاجة بيأثر عليه، او لما بيطلع يلاقي الريتم البطيء يبدأ يصطدم بيه. يعني انت موافق على الرسالة اللي بيقولها حمادة الراعي: دولة 60% من شعبها شباب بيحكمها شوية عواجيز فشلة، الشباب عندهم حماس وحيوية وخيال يقدر يعمل احسن من العواجيز بكتير. ده حمادة اللي بيقول كده. طيب اول حاجة لا قول لي رأيك في كلام حمادة. انا اقول لك رأيي بمنتهى الصراحة، انت عايز اعرف برضه رأي حضرتك في كلام حمادة. اي مجتمع لابد يكون عشان تشارك المجتمع وتاخده معاك الشباب او ايا كانت الفئة لازم يبقى ليهم تمثيل. يعني زي ما اقول لك بره نو ريبريزنتيشن نو تاكسيشن، يعني انت لابد ان انت عشان تاخد مني الدولة تاخد مني حقها لابد انها تديني حقي. فكنت اتمنى ان شكل اللي بيدير الدولة يبقى فيه نسبة شباب اكثر من ذلك، مش شباب ديكور. وانا بوافقه على الفكرة دي، احنا للأسف استخدمنا الشباب في حاجات كتير قوي خلال الاربع سنوات اللي فاتوا، ان انا عاوز اعمل مؤتمر اقول شباب اجيب شباب، ان انا عاوز اعمل وزير مش عارف ايه اجيب له نائب شاب مش من الوسط خالص وما قالوش اي دعوة باي حاجة ويتحرق يا عيني وما يلاقيش حاجة يعرف يعملها، نقول شفتوا الشباب ما قدرش يعمل كذا. بس في اقول لحضرتك حاجة بقى يعني، وخليني اتكلم بوضوح بقى في هذا الامر. التريك اللي بتتعمل في الاجيال الكبيره قوي في السن ان هو بيروح جايب لك شاب صغير قوي ويقول لك انا مش قادر انقل السلطه واتواصل لان ناس ما فيش خبره. لازم الدنيا تتفرد، يعني الدنيا مش ناقص 35 بس تحت ال 35، في تحت ال 45، في تحت ال 55، في الناس دي كلها لازم تبقى متمثله في الدوله بشكل متناسب. مش الشباب ان انا اروح جايب، مع احترامي للاستاذ حماده، قال لك مثلا سبعينات وثمانينات ويروح جايب النائب بتاعه 25، يروح مفشل ال 25 ويرسخ ان انا مش هقدر اغير ولا هقدر اطور، انا قاعد على كرسي مش هقدر اسيبه لان مفيش كفاءات. طب فين اللي تحت الاجيال الثانيه؟ اما بقطع كمان القطعه العمريه في مصر اللي عملتها دي عملت ازمه ثانيه. اما يجي شاب يخش المصلحه يلاقي اللي بعده
عنده 70 سنه، مع احترامي اللي عندهم 70 سنه اساتذتنا كلهم، يقول لك طب انا عقبال ما اوصل هعمل ايه؟ الطريق طويل وبتاع، لا خليني انا في الناحيه النيجاتيف والناحيه السلبيه انقد واتخانق واشتم، لان مش شايف اللي قدامي سابق بخطوه، اللي بعده سابق بخطوه، عشان اوصل لهذا المنصب لازم ابقى في السن الكبير ده، فلازم احط له السلم مظبوط. يعني انا لو انا عاوز ادير الدوله دي صح، لابد ان انت تظبط السلم جوه الوزاره بشكل سليم. في مستشارين ممكن يجوا في وزارات، يعني قول لسيادتك حاجه ما قدمت اقتراح وكتبت مقالبر، ان ليه يا جماعه ما نجيبش وكل وزير يبقى عنده نائب سياسي من جيل الوسط مثلا يتولى ملف مجلس الشعب، بدل ما نقعد نتخانق على الجرايد وست النائبه تقول لنا ما بين المجلس والوزير ما فيش تواصل. ففي 100 طريقه تمكن الشباب، ولكن هل في إرادة سياسية متوفرة؟ هل في بقى جدية ولا قرار بعد كده بيتحلل على المستوى رقم 2؟ احنا بقى عاوزين نوقف قرار التحلل المستوى رقم 2 ونبدأ نعمل نقطة نجاح رقم 1 عشان الناس تصدقنا. طيب. يعني أنا عشان الناس تصدقني في ملف الشباب لازم أجيب جون، فأنا بقترح الاقتراح ده عشان نجيب الجون الأول في ملف الشباب. طيب أسمع من حضرتك رأي حضرتك في كلام اللي قاله حمادة، أنا عندي كلام تاني برضو مهمة من تامر، فأسمع من حضرتك. انا ليا بس تحليل تاني لمفهوم الشباب بعيدا عن المرحله السنيه. يعني انا بؤمن ممكن يبقى في شاب عنده 35 سنه في بتحط حضرتك حطيته في في في, في في سن معين من ما الى، ولكنه لا يتمتع بروح الشباب. صح. هي المشكله انه الحاله بتاعه الشباب دي اللي هي بيبقى فيها التحدي، دي اللي بيبقى فيها الابتكار، دي اللي بيبقى فيها الاصرار، دي اللي بيبقى فيها الرغبة في الحياة والاستمرار والعزيمة. فحضرتك لو قتلت الحالة دي انت بتقتل كده الشباب الموجود كله. هي دي، احنا منتكلمش عن شباب في مرحلة سنية معينة، انا بتكلم على روح الشباب. انت ممكن تلاقي حضرتك في سن مش في سن شباب وعندك تمتلك روح الشباب، فمفيش الفكرة مش في فكرة ان انا افصل ده عن ده، ولكن هي فكرة عندنا انظمة زي النظام الابوي ده لازم يتغير، نظام التعليم بتاع التلقين اللي بيخلي الشباب مش عارف يبتدي يشغل مخه وفكره ده لازم يتغير. كل الحاجات دي هي اللي هتوصلك لمين هو الشباب. يعني طيب. انا محتاجه يبقى بنتكلم عن الرساله دي من اسلام علي، بيقول لا اعلم عن اي شباب تتحدثون، الشباب المصري يعمل وليس لديه وقت للنوم على تويتر والفيسبوك، فعن اي شباب تتحدثون بالضبط؟ وانا موافق على كلام اسلام، انا موافقه على انه لا تعميم في اي وضع احنا بنتكلم فيه. لا يا فندم، انا بس قصدي ان احنا عملنا ستيريو تايبنج كده ان الشباب اللي قاعد على تويتر وفيسبوك الشباب هو 140 حرف. لا مؤاخذه، الشباب شغال وشغال وطلعان عينه بشغلانتين في اليوم وثلاثه في اليوم عندي مداخلة. ما انت عندك مداخلة، بس هسمع من سيادة النائبة، لان انا تاني عايز اقول، وبرضو دكتور ايمن بركات بيقول لك ما تشوفوا الشباب السوري لما نزل مصر لقى فرص العمل من غير ما الدولة تعمل له حاجة. يا جماعة احنا شبابنا بيعمل وعندهم يعني عندهم افكار المشكله مش في الشباب، المشكله في احنا كاداره دوله. زي ما في حد فخامه الرئيس قال 2016 هنفتح المجال للشباب، طب ما تعالوا نطلع. المشكله احنا في فتح ابواب. مين تعالوا بقى؟ تعالوا نطلع احنا مين بقى؟ مين بقى المفروض منه يطلع؟ تعالوا بقى طلعوا طبعا، يعني ادوا الفرص للشباب، اطلقوا الطاقات، حركوا الشباب. عنده احنا في فرق بين ان احنا نتكلم عن تعميم ان الشباب كله ما بيشتغلش، الشباب كله قاعد مش فاضي الا تويتر. على فكره هم بيعملوا بكل قوتهم في كل، عندهم قدره على التعامل مع الاجهزه وعندهم قدره على ان هم ينتجوا. بس هل بتنكر حضرتك ان عندنا نسبه كبيره من الشباب في البطاله ومش لاقيين شغل؟ ده انا ما بنكرش، انا مذيع، انا مغرب مذيع. يعني احنا ما بنتكلمش عن مشكله عن الشباب اللي بيشتغلوا وما بيشتغلش، انا دلوقتي بنتكلم عن مشكله البطاله ومشكله الاقتصاد. ان انا عندي اقتصاد منهار تقريبا وبينهار، وعندي طاقه من الشباب اقدر، وده الطرح اللي طرحه سياده النائب، انه عندي طاقه، عندي طرح ان طاقه من الشباب اقدر اوظف ده مع ده وانطلق انا في الاقتصاد. احنا معطلين الشباب. يعني الشباب لو جالكم رئيس الوزراء يوم الاحد وما ادكمش برامج شبابيه هتسحبوا الثقه من الحكومه؟ هن 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 يعني انا عن نفسي لابد وان ارى في برنامج، وانا اتكلمت كده كنت في اللقاء مع رئيس الوزراء بالامس، واتكلم عن قال احنا عندنا جديه وعندنا فكره انه هدفه، يعني الجملتين اللي كانوا انا خرجت بيهم ان هم عندهم جديه في الاصلاح
وانه المواطن لازم يحس بالرضا. انا قلت له انا مش بس عايزه جديه في الاصلاح، انا عايزه جديه في التغيير الـ يعني مش هقعد انا ارقع ولا اصلح، انا عايزه تغيير في السياسات. ونمره اتنين عايزه النظره العادله للمواطن اكتر، لان هي دي اللي تقاس، النظره العادله هي اللي تقاس، النظره العادله للشباب في انها يمكنوا، النظره العادله للشباب ان هم يوصلوا لكل والنظره العادله لكل انسان يوصل للعداله، انه يبقى في فرص حقيقيه. كان بيتكلم امبارح مثلا على انه الخدمه مش كويسه، الخدمه بتقدمها الحكومه مش كويسه لانها يعني ثمنها قليل. لا، ومش هو ده السبب، الخدمه نفسها مش كويسه، الخدمه نفسها مش كويسه. فاحنا هنرى لا، ما الخدمه نفسها مش كويسه، هو ما قالش خدمه كويسه، هو بيقول خدمه مش كويسه عشان كذا، بسبب مش هو ده السبب الوحيد. مش موافق على السبب؟ مش هو ده سبب. طب ايه السبب؟ اسباب كتير قوي، منها ان الخدمه نفسها مش كويسه. يعني ايه خدمه، ما الخدمه مش كويسه عشان ايه؟ علشان فساد. يبقى الخدمه مش كويسه عشان فساد الرشاوي، عشان فساد. اي فساد؟ كل الفساد الاداري والمالي والسياسي وكله. حددي لي، احنا قاعدين مع بعض، حددي لي. بصي حضرتك، تعالى نتكلم على التعليم. اسمحي لي اقول لحضرتك حاجه، عشان حضرتك تقولي. انا متمني من حضرتك كنائبه ان حضرتك لما تقولي لنا عايزين المفروض يحصل كذا، تقولي لي على راي زميلنا مجدي الجلاد هاو، ازاي نعملها، ازاي، قولي لي ازاي. مين اللي هيقول لو مش حضرتك كنائبه اللي قلت لها، ونائبه محترمه ولك يعني خلفيه ما شاء الله مثقفه جدا، امال مين اللي هيقول لنا؟ طيب انا مقدمه مشروع، وكنت مقدماه ومازلت مقدماه للحكومه، اللي هي فكره حل مشاكل العصر بادوات العصر. والمشروع عباره عن ملف كامل من الميلاد الى الوفاه للمواطن المصري، وده يتيح فرصه رهيبه لكل ان الناس توصل الخدمه، توصل صح لمن بالتكنولوجيا، انه يقلل البيروقراطيه، يقلل الرشاوي، يقلل الفساد. حضرتك مقدمه المشروع ده؟ عندي كامل وكامل متكامل. حضرتك مش عارفه ان المشروع ده شغال في وزاره التخطيط؟ ده اللي اتقال ان هو شغال بقاله سنتين، وقبل منها في وزاره الاتصالات بقاله سنتين، وقبل منها في وزاره التنميه الاداريه، بس قامت ثوره 25 يناير. حضرتك المشروع ده يعني لو احنا تعاوننا وشاركنا مع ليه ما سالتيش قبل ما تتعبي نفسك في المشروع ده؟ عندكم حاجه زي كده يا جماعه؟ ده الموضوع ده موجود وشغالين عليه؟ لا مش لا، في فرق من شغالين عليه، ده يخلص في ده اوريدي في بلاد حققته، ده مش محتاج حضرتك تقعد تشتغل عليه سنتين ثلاثة. معلش بجد؟ لا. طيب، معالي وزير الاتصالات ومعالي وزير التخطيط، مشروع جاهز، سيادة النائبة عندها المشروع جاهز اللي انتوا بتشتغلوا عليه بقالكم من قبل ما انتوا تبقوا في الوزارة، وتحقق في دبي من ايام الدكتور احمد نظيف. يعني ممكن ان هو سيادة النائبة عندها اللي يخليه يحصل، لانه حصل في دبي. اللي تعداد سكانها كام يا فندم؟ مش عارفه تعداد سكانها كام، قول لي يعني كام تعداد سكان دبي؟ لا ده ما يجيبوش دبي بالاجانب 10 مليون. ما يجيبوش شبرا الاماراتيه مليار مليون وشويه. حضرتك كان عندك اعتراض؟ انا موضوع بس واضح ان استاذ تامر اساء فهم حكايه مش تامر، حماده. حماده؟ لا، تامر لسه ما قالش. تامر لسه ما قالش. طب حماده، موضوع التويتر، انا قصدي ده فلسفه حياه سرعه، حياتهم سريعه، فما بيطلعوا لحاجه. ده اسلام، لا الدنيا بطيئه. أيوة اسلام. أيوة. مش تامر ولا حماده، هم يعني مضيعين وقتهم على التويتر وفيسبوك والكلام ده. انا قصدي بس سرعه حياتهم مختلفه على سرعه البيروقراطيه الفظيعه اللي موجوده، فبيحصل لهم حماليه فقدان امل. حاجه ثانيه، موضوع الشباب السوري، والشباب مش محتاج دوله. لا، الشباب محتاج دوله، كل مواطن في العالم محتاج دوله تنظم العمليه الاقتصاديه. قصه ان احنا نقعد نضرب شعارات بمنتهى الامانه، يعني طب. ما شفت السوريين؟ ايوه، السوريين عندهم قيمه العمل، ده اللي عاوزين نقول يا جماعه، شايفين السوريين عندهم قيم العمل. ولكن انت عاوز اقتصاد حقيقي، ولا احنا هنعمل عمليات تجاريه متناثره؟ الكلام ده خلص من العالم. الدول لابد انها تخش تشارك في التخطيط للعمليه الاقتصاديه وتحقيق اكبر مكاسب، وده دورها مش عيب، انما ترك كل حاجه على المسؤوليه الشخصيه للفرد، ده بيوصلنا بقى لحاله فقدان الامل. ما هو مش ممكن غصب عنه بالتعليم، وما كانش كويس ثقافته، ما كانتش كويسه وكل الناس. طب ممكن اقول لكم معلومه بس؟ الحته دي بس معلومه بس صغيره. تعداد دبي في 29 يناير 2016، 2.4 مليون. ده الإماراتية دبي؟ ده أنا قلت يعني أقل من دبي. دبي population 2.4. لا، بشبرة إيه بقى حضرتك؟ ده أقل من عمارتنا. أقل من التجمع. طب أنا بس عايز أقول حتة في موضوع إنه لما نيجي نتكلم عن الشباب، بيحصل هجوم إن الشباب بتاعنا
يعني على كفاءة، وده أنا بأكده على كفاءة وكلهم شغالين، بس مش عايزة نغفل عن ما نحن فيه الآن، لأن لو غفلنا عن إحنا فين والحقيقة فين ودي لازم تتقدم، إحنا مش هنعرف نطلع لقدام. عندنا ثقافة في المجتمع المصري، مش هخصها بحد معين، ولكن هي ثقافة الدينية المظهرية، إن إحنا بنبقى يعني انا بروح الكنيسه كل يوم ومش عارف ايه، بس فرحانه ان انا بروح الكنيسه، لكن القيم اللي جوايا محتاجه تتظبط. الحاجه الثانيه اللي هي ثقافه الميديا السطحيه، ان انا بخش اخد الخبر واجري بيه والحاجات دي. فاحنا بنقول احنا عايزين عمق في الانسان المصري، انه يبقى عنده القيم وعنده الثقافه الصحيحه اللي تؤهله انه يعمل بجد. بس عاوز اكمل. طب اقول رساله تامر ولا حضرتك تكمل؟ اتفضل. اكمل دور الدوله سريعا. يعني حاجه برضو مش عوده للمشروع ولا حاجه، احنا يا جماعه عاوزين نعمل خطه اقتصاديه للبلد دي، عاوزين نشوف عاوزين ننتج ايه ومش عاوزين ننتج ايه. السيد وزير التخطيط لابد ان الخطه دي تنتشر ونعرف احنا ايه المطلوب مننا كشعب على فترات 5 سنين 3 سنين ايا كان هو عامل خطه بلان بتاعته عامله ازاي. مش ان انا عاوز احقق تنميه فقط بدون ان انا اخوض في التفاصيل. عشان قريت الاستراتيجيه ال 20 30؟ لا احنا سمعنا شفنا البرزنتيشن، بس الدخول فيها للعمق ده عاوز بقى تفاصيل طويله. لان انت أيوة ملف بملف. انت حضرتك بتقول ما ينفعش من غير ما تكون قريتها؟ لا اقول لحضرتك حاجه، احنا كتفاصيل احنا هنشتغل في ايه غير المشروعات الكبرى؟ احنا ما شفتش الموضوع ده بمنتهى الصراحه، يعني غير المشروعات الكبرى الرئيسيه اللي احنا هنشتغل عليها. احنا عاوزين نشوف احنا عاوزين ننتج ايه برضه. يعني ده توجه ان انا عاوز اعمل قناه السويس وعامل مشروع اللي هو المدينه اللي في العالمين. مين قال ان دي رؤيه 2030؟ حضرتك قريت دي؟ انهي دي اللي انا بقولها ولا هو قالها؟ ان هو قال عايزين نعمل قناه السويس والعاصمه الاداريه. مين قال ان دي رؤيه 2030؟ لا انا ما قريتهاش كامله لسه. طيب ما عايزين نقراها. تامر مختار بيقول تمكين الشباب اكذوبه كبيره، لان الشباب الذي يتم تمكينه هم اصحاب الصوت العالي والشباب المقرب من متخذ القرار، ولا عزاء لشباب الاقاليم. ثم اين مجال وتمكين جيل الوسط؟ هل يذهبوا للجحيم؟ لا انا اقول لحضرتك حاجه، موضوع شباب الاقاليم ده لازم يتخذ بعين الاعتبار بمنتهى الامانه، لان كل محافظه لابد انها تبقى جاذبه لناسها على الاقل، لان احنا بنعاني من تضخم وبتعاني من كل المشروعات، لازم تكون جاذبه ويتعمل لها خطه. انا المحافظه دي بتعرف تعمل ايه كويس ويتم الاستثمار فيه، وده جاري بشكل جيد. ولكن احنا عاوزين نربط الخطه ثانيه بالناس اللي هم سوق العمل اللي احنا بنتكلم عليه، ان هو يشارك في هذا الامر، ما تبقاش الدوله في عزله عن الطاقات الانتاجيه اللي عندها. بس انا المشروع بتاع ان انت تشتغل على المحافظات ده، يمكن دي من الرؤيه اللي انا معجب بيها من سياده الرئيس من اول لما جه، حتى مش من غير 2030 اتكلم على هذا الامر بوضوح، وان احنا لازم نعمل تنميه متوازيه متوازنه على جميع البقاع في مصر. نعم. انما بمنتهى الالم يعني هو احساس في نوعين من الناس مش عاوز يتكلم على الشباب، لان الشباب مش عاوز حاجه، وناس تانية بتقول لك لا الشباب عاوز حاجه وما خدش كل حاجه. فاللي انا اتمناه لابد الدوله التواصل بشكل اكبر واعمق في ملفات الشباب من كده، لان مش هنبقى بنقول لدول شفتوا ده في ناس كويسين انتوا للناس الوحشين. انا للاسف من خلال زي ما الدكتوره ناديه قالت ان في ازمه ثقافيه في الشعب المصري، وأزمة سمع وطاعة من أسلوب التعليم ونوعية التعليم، اللي أنا بطلع منتج سمع وطاعة وبعد كده بيروحوا يتلقفوا على طول الجامعات الإرهابية بمنتهى السهولة. أنا بعطل الفكر، إن المايند سيت أب والفكر بتاعه أوريدي موجود على هذا الشكل. بعطله. لا لازم التحرك مع الشباب يبقى على ملفات عديدة ويبقى أقرب من كده. أنا هقول لحضرتك حاجة، إحنا عندنا مشروعات كتيرة، هل الجامعات الأهلية أقوى من الدولة؟ انها قدرت تعمل مشروعات 57 357، مشروعات الاورمان، مشروعات كذا وكذا وكذا، كم الميزانيات اللي اتعمل قد ايه؟ سيد مجدي يعقوب، احنا حتى الدعايه للشباب ان انا اقول له تعالى ايدي في ايدك خش معايا، احنا ما فيش اسلوب التواصل. احنا تصريح من سيد الرئيس 4 5 10 20 30 خبر، ثم ما فيش بقى، الزبون مش عارف اجيبه بعد كده. فملف الشباب وعام الشباب لابد ان ياخذ جديه اكبر مننا كلنا. طيب عشان الوقت، اماني نجيب، تمكين الشباب في مصر ووجودهم في مواقع المسؤوليه يلزم تدريبهم تدريب جيد وتاهيلهم لمواقع المسؤوليه، وخاصه اننا نفتقد مثل هذه الاماكن التي تؤهل هؤلاء الشباب على ممارسه المهام التي يتحمل بها المسؤوليه واتخاذ القرار. غاده سعيد، احنا محتاجين نغير من نفسنا فقط، ونحب ما نعمل ونحسن أخلاقنا ونعمل بجد. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا حدوث التمكين شباب ولا حاجة. محمد الصباغ، هل كل عام سيكون هو يوم الشباب المصري وهو ما يفتح الباب مرة أخرى للحديث
حول قضية تمكين الشباب المصري، ومن هم هؤلاء الشباب الذي يجب تمكينهم، وما هي آليات التمكين الحقيقية للدفع بهم للصفوف الأمامية في مصر. وإحنا النهاردة سيادة النائبة لو فتحنا الباب على مصراعيه للنمو والتنمية، بطبيعة الحال أول من سينخرط هم اللي عندهم قدرة العمل. يعني عندنا هنا محمد بيقول ناخد المثال من رئيس الجمهورية، الشباب ليس بسنه، الشباب ان هو بهذه الشعلة من النشاط ومحاولة ان هو موجود طول الوقت في كل حتة. وانا النهاردة لو كسرت القوالب والسلاسل والقوانين والقواعد اللي مخلية في تحجيم للاقتصاد وخلقت تشريعات تخلي الاقتصاد ينطلق، مش كل المجتمع هيشتغل وكل المجتمع هيمكن، ولا ايه اللي هيحصل؟ اكيد طبعا، بس انا برجع برضو بقول ان التشريعات مش هي لوحدها اللي بتبني الدول. أكيد. ابدا اكيد، لكن لازم يبقى عندنا، يعني احنا فين؟ احنا لغايه دلوقتي لما اتكلمنا في قضيه الشباب في ناس بتدافع عن الشباب بتقول لك شغالين زي الفل، في ناس بتقول لك لا شباب موجودين معطلين في الاقاليم ومش عارف ايه، وفي ناس بتقول لك لا ده شباب مش على قد المستوى، في ناس بتقول لك الشباب متخرجين من الجامعات زي الديمقراطيه. مش لا مش الديمقراطيه، ده التفاوت اللي جه اللي حصل نتيجه عدم وصول الخدمه لكل مواطن بنظره عادله. لكن عشان نحل المشكله دي انا محتاجه اعرف انا فين، هو ده اللي بقوله لحضرتك، انه ما احنا ما نعرفش كل، يعني انت ما تقدرش تعرف المواطنين كلهم حالهم ايه الا من خلال انك تعمل تلم الداتا، اجمع داتا، مين هم شباب، عددهم قد ايه، المسؤولين، الدوله برضو، دوله طبعا، فيش انتوا، احنا احنا نجمع داتا، انا ما عنديش البرلمان، ما انزل حضرتك انا ممكن اعمل داتا انتري، حضرتك ما مش محتاجه داتا انتري، هو احنا ما عندنا، احنا بنتكلم على حضرتك عندنا قاعده الرقم القومي، ما دي قاعده، مش هو انا محتاج اعمل داتا جديده، ما تجيبليش قاعده الرقم القومي، الداتا اللي حضرتك عايزها هي معلومات كامله عن المواطن، عن الشاب، مرحلته السنيه، درس ايه، مرحلته السنيه ده موجود في الرقم القومي، بيشتغل ايه، بيشتغل ايه في الرقم القومي، ما هو ما بيشتغلش اساس، إيه؟ بيدرس ايه في الرقم القومي، إيه؟ صحته وضعها ايه، تحدياته اللي موجوده عنده وضعها، هي انت معاك، انت مش بتخدم انسان، بتخدم انسان من غير ما تعرف هو ايه، وضعه ايه، حالته ايه، حضرتك إيه في سنه 2009 طلعت زميله اعلاميه مسكت الدكتور علي مسلحي المحترم وبهدلته لما كان وزير عشان قال احنا هنعمل خريطه للفقر حتى نحدد الفقراء ومستحقي الدعم. انت جاي انت دلوقتي تدور تعرف مين هم الفقراء؟ تخيلي لو كنا عملنا الكلام ده وقت ما قال الدكتور علي مسلحي 2008 2009 كانت المعلومات، مش كان زمان المعلومات اللي حضرتك طالبها دي كانت حصلت؟ صح، وهو تفتكر انه ما اتعملش عشان خاطر اعلاميه قالت الجمله دي؟ لا ما بقولش، بس بقول يعني لما الفكره اتقالت، ما هي دي مشكله، انه احنا عايزين الاراده والاداره نقطة. وفي حاجة كمان، موضوع مين الناس ومين بيعملوا ايه، هي مش مشكلة تشريعات، ده احنا عندنا كمية تشريعات، ده مش مشكلة الإدارة والإرادة، لا في إرادة وإدارة. في حاجة تانية عن موضوع المعلومة دي برضو، خلينا نتكلم في حاجة اسمها التخطيط بالمشاركة، ان انت ازاي تقدر تنزل للمجتمع وتعرف أولوياته ويحدد الأولويات دي ويرتبها مع نفسه من خلال الدول اللي عاوزه تعمل التشغيل الكامل ده، واللي كل الناس تشتغل لابد انه يعرف المجتمع الفقير قد مين، كم واحد فقير، المواهب الموجوده، القدرات الموجوده، ممكن تتعمل من خلال جمعيات اهليه، وممكن تتعمل من خلال مشروع كبير يعني، بغض النظر ان ايه الحاجات دي اللي عند حضرتك، ايه يعني انا اتقابلت بس مع، بس ده شغل دوله مش شغل نائب يعني، لا احنا بنقول ده شغل دوله طبعا، احنا بالنسبه لشغل النائب، بس تقدر تعرف انت ايه بالنسبه لشغل النائب، هناخد المشروع من سياده النائبه، امكانيات هنطرحه على وزير الاتصالات ووزير التخطيط، انا الموضوع جاهز، جاهز، اه طبعا، هاخده من حضرتك يوم الاحد، هاخده من حضرتك يوم الاحد، اه طبعا، ونوصله، على فكره موجود على صفحتي، لا انا مش عايزه، هحدد لحضرتك المواعيد بعد بيان الحكومه، تلتقي بالساده الوزراء وتقدمي لهم ده وتبلغينا استجابوا ولا ما استجابوش لحضرتك. يعني احنا هنكون مع حضرتك داعمين لهذا التوجه. انا بشكر حضرتك اولا على حضرتك، تتبنى مشروع قومي حضرتك لبناء الشخصيه المصريه، مشروع قومي لبناء، يا ريت اتمنى فيه موجود عند حضرتك هذا قومي المشروع. جماعه احنا الانسان هو فكر وجسد ولازم نشتغل على دي، هو كده حضرتك بتحط مشاريع، لابد من المتخصص، انا عايز المتخصصين، انا مش متخصص، نجيب نقدر نجيب، يعني البلد مليانه، بلدنا مليانه،
بلدنا مليانه. عايز اراده سياسيه من مين يا استاذ النائب؟ ما لسه مش استاذ النائب، لا عاوزين اراده سياسيه ان احنا نتحرك في الملفات دي بعد ما يا جماعه ننفذ المشروع ده. مشروع اراده سياسيه من مين؟ من سياده الرئيس. يدي دافعه للحاجات دي. يدي دافعه لايه؟ ان اول يعني مشروع زي اللي قالته الست النائبه هو بناء الشخصيه المصريه. بناء الشخصيه المصريه ده لازم وزير التعليم وزير الثقافه وكل الناس. دي مش سياده الرئيس. انا مش عايزه كل حاجه اجري لسياده الرئيس يعني واقول له عليها. دي سياسه حكومه. الحكومه لازم تحط كده. لا الحكومه لازم تجي لي كده. ما انا بقول لحضرتك. طب انا هقول لحضرتك هي تيجي الحكومه تتكلم انها ناوي تعمل ايه. ادلكم على الطريق القصير. اتصل يا حضرتك بالدكتور اشرف حاتم او بالدكتور هاني هلال ولديهم المشروع اللي هيقدم خلال فترة بسيطة جدا تحت عنوان المواطن أولا، بيقدم بناء الشخصية المصرية اللي حضرتك بتتكلمي عنه بالظبط. هو مشروع شغالين عليه ناس بقالهم دلوقتي يمكن حوالي 8 شهور. طب كويس. طب في حاجة زي كده شيء كويس. الناس الشعب أغنى من الحكومة، مش ماليا، بإمكانياته. بشكر سيادة النائبة المحترمة نادية هنري عضو مجلس النواب والمهندس مروان يونس مستشار التخطيط الاستراتيجي والسياسي. نلتقي بعد الفاصل.